لماذا يتجاهلون هذا الأمر ويتجهون بكلمة القبلية؟ من أشعل الحرب في هذه المنطقة هو السيد وزير الدفاع بتصريحه بأن هذه المجموعة لا ليس لديها تكليف أو عقود. هل فعلا لديهم تكليف؟ أنت تشير أنت الآن أعتقد سيد صبحي هذه مكلفة من قبلك يا سيد الوزير. سيد صبحي أعتقد أنت الآن تشير بشخصية هو 22 دائر بيحمي ليبيا كوزير دفاع، يعني من العيب. أين هي ولا رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب؟ كيف يعامل في وزارة طيب سيد صبحي في هذا الوزارة؟ سيد صبحي نعم سيد. أنت الآن تشير على أن وزارة الدفاع ليست مساعدة في الموضوع، وأعتقد هذا اتهام أعتقد على مسؤولية المجلس العسكري والمحلي بيزوارة، بما أنك الناطق الرسمي لهذا المجلس العسكري والمدني. لكن أعتقد قبل قليل كان معي عبر الهاتف الأستاذ فوزي عبد العال وزير الداخلية، وقد أشار على أن أهمية استثباب الأمن وعودة الأمن والأمان بالمنطقة أمر ضروري جدا وحتمي، وأشار أيضا إلى أن المطلوبين سواء إذا كانوا في تهم في من عهد نظام القذافي أو حاليا خلال الفترة الماضية يجب أن يدعنوا أو يجب أن يكون للقضاء دور في إحقاق الحق مرة أخرى. أنت الآن تشير على أن وزارة الدفاع ليست مساعدة في الموضوع، برغم أن نعتقد هنالك سيارات أو هنالك سرايا اتجهت صوب تلك المنطقة لاستثباب الأمن بين المنطقتين. أخي فاضل أؤكد لك، نحن المجلس المحلي والمجلس العسكري زوارة وكافة أهالينا وطوارنا الأشاوس، نحن من وقف إلى جانب المجلس الوطني الانتقالي وإلى شرعية حكومة ليبيا المؤقتة، ونحن ما زلنا تحت سيطرة الدولة، ونحن مع القانون والقضاء ودولة القانون والحريات. ولكن لمدة 7 أشهر ونحن نخاطب في المجلس الانتقالي والحكومة والوزارات الدفاع والداخلية بأن يمشطوا هذه المنطقة. أخي الفاضل، هل تعلم بأن مسافة من الزوارة لما بعد الجميل إلى رجدالين إلى العسة كلها مزارع لأهالي زوارة؟ حرمنا من مزارعنا، حرمنا من محاصيلنا الزراعية التي نحن من غرس هذه الأشجار لمدة سنة كاملة منذ اندلاع الثورة، وهم يحرقون هذه المزارع ويساعدون الطاغية وما زالوا يذكون إلى اليوم، والدولة تنكر ثوار زوارة وتصنفنا نحن مثلنا كثوار أبطال مثل أزلام الطاغية الذين ما زالوا يقاتلون، والخرقة الخضراء ما زالت على سياراتهم وصور المقبور داخل السيارات. اليوم تم قبض سيارتين تويوتا كرايزر على 14.5 فيهم صور المقبور، وعندنا أسرى وعندنا تليفوناتهم. لا نريد أن نصعد الموضوع أكثر من ذلك سيد صبحي، نريد عودة الأمن والأمان مرة أخرى سيد صبحي. اللي كان قبل أراه قاعد موجود في المناطق هذه، واحنا نحترمه في اهاليهم وما عندناش معاهم مشكله كاهالي، ما فيش حاجه اسمها قبليه زوارة. شكرا جزيلا لك سيد صبحي جمعه، والله ما عندنا مشكله بعضنا سيد. المشكله اختلقوها الازلام لان هم ناسهم وشبابهم. اعتقد ان اعتقد ما تسمعش فيا سيد صبحي، والحرس الثوري والحرس الشعبي بمقابل 300 دينار و500 دينار، لماذا نتحمل نحن اليوم؟ سيد صبحي جمعه الناطق الرسمي بالمجلس المحلي والعسكري من مدينه زوارة، شكرا جزيلا لك سيد صبحي جمعة الناطق الرسمي بالمجلس العسكري والمحلي. أعتقد حتى هنالك ما يسمعش فينا كويس، أعتقد حتى برضو في بعض الأسئلة. شكرا لك، نحن نحاول